سواء في أثناء العمل في الريفت ساعات بحتاج إن أنا أحط ريفيجن أو أحط مراجعة، فممكن أجي هنا من أنوتيت وأقول له ريفيجن كلاوي وأبدأ أعمل كلاود مثلا على الجزء دوت بالشكل ده أهو، وأقول له أوكي وأعمل تاج للكلاود دوت. أنا أجي هنا ريفيجن تاج أوكي أبدأ أحطها بالشكل ده تمام. ممكن أعمل واحدة كمان، اجي هنا ريفيجن كلاود على الجزء دوت اهوت تمام. طيب وابدا اعمل له تاج برضو. طيب التاج ده برضو واخد رقم 1، لو انت عملت سيلكت كده هتلاقي ريفيجن نمبر 1، الريفيجن بتيجي هنا تلاقي ما عندكش غير واحد بس. طيب اعمل ايه؟ اروح لفيو واقول له انا عايز ريفيجنز، بلاقي ان هو موجود هنا. ممكن تعمله بالنمرك تمام، وتحط كلمة حرف قبليه وحرف بعديه تمام. ممكن تخليها مثلا 101، او تقول له الفابيتك وتخليها بالحروف زي ما انت عايز. ممكن تضيف ريفيجن 2 3 4 زي ما انت عايز بالشكل دوت. دلوقتي لو جيت عملت سيلكت على اي واحد من دول هتلاقي نفسك ممكن تختار وتخلي مثلا ده ريفيجن 4. طيب خلينا نروح كده للنت، الاقي ان ده في كذا ريفيجن اهوت. طيب ممكن اجي اعمل سيلكت على دوت تمام، اقول له هنا على ال من غير ما سيلكت هي ريفيجن اون شيت، اقول له اظهر لي الريفيجن دوت تمام. ممكن تقول له اظهر لي الثلاثة واربعة برضو، هو اوتوماتيك بيظهرهم فيظهروا معايا بالشكل دوت، وتقدر تشيلهم لو انت عايز تكتفي بس بواحد واربعة.